You idiot! رجل يعود إلى بيته بعد عملية جراحية ليجد البيت اختفى عندما غادر فيليب ويليام منزله إلى فلوريدا بغية إجراء عمل جراحي. كان يتوقع العودة إلى بيته في لونغ آيلاند بسلام، لكن على ما يبدو أن بلدية هامستيد كان لديها وجهة نظر أخرى. لقد رأوا أن البيت آيل للسقوط وأن الماء يتسرب فيه، كما واشتكى الجيران من القمامة التي تجمعت على مدخل البيت. كتبت البلدية بشكل رسمي لويليام عدة رسائل، لكن أحدا لم يفكر بالاتصال به. وبعد أخذ جلسة استماع عامة قررت البلدية هدم المنزل، لكن هذا بينما صاحب البيت بعيد آلاف الأميال ويتعافى من عمل جراحي أجراه في ركبتيه. لقد أعلنت القرية الحرب على المنزل الذين وصفوه بالمسكون بالزومبي والأشباح، فتحول المنزل الذي يبلغ سعره 400 ألف دولار إلى كومة حطام. عندما عاد ويليامز ظن أنه أخطأ الطريق، لكن سرعان ما اكتشف حقيقة أنه أمس مشردا. يقادم رجل البالغ 69 عاما البلدية لقيامهم بهدم بيته نظرا لأنه عقارا غير مرهون والضرائب والرهن مدفوع سلفا.